جاوبوا. إذا لماذا مثلا الحرب في دارفور؟ لماذا الضجر في شرق السودان؟ ويمكن قبل أيام قريتوا إنه أهلنا في شمال السودان النوبة أيضا ابتدوا يطرحوا قضيتهم للإيجاد. منو هلكوا؟ الحلفاويين يعني. أيوة، في بيان نشر في الصحف من مجموعة ناس على أساس إنه الجريفيانسز والحاجات التاريخية، الإهمال التاريخي لمنطقة النوبة أصبحت منطقة طاردة وكده أيضا تعتبر. ولذلك يعني سقط المنطق بتاع إنه ده شمال كده وده جنوب كده، إنما في سوء استخدام أو قسمة بتاعت ثروة وسلطة في السودان. ودي كلها تعبيرات عن هذا الوضع السيء. ولذلك أنا أفتكر إنه قسمة الثروة والسلطة ما هي أخطر المشاكل، واللي هي بتضمن السلام، واللي هي بتضمن اتفاقية الإجراءات الأمنية. كل ما يتفق عليه بيعتمد على هل سوف نصل في السودان إلى قسمة عادلة للثروة والسلطة، حتى وإنه يكون هذه الاتفاقات اتفاقيات مستدامة يكون عندها مستقبل. لكن لو ما حلينا الأشياء دي بطريقة صحيحة، ما يترتب على هذا الخطأ حيكون سبب في، وخاصة إنه هذه الاتفاقات قد لا يكون الطرفين مجمعين عليها من قلبهم. كلنا بنقول إنه في ضغوط، الجزرة والعصا كلنا بنقول كده، وأصبح يعني حاجة معروفة. وبالتالي إذا كان أصله حيكون في إيماي، نضع معايير لكل اتفاقية، نضعها في حيز كده ونشوف هل ده بيضمن سلام، تحول ديمقراطي، تنمية، استقرار، وهكذا. نظرتكم للدور الأمريكي، يعني حضور كولين باول، تصريحات الأنا قريتها، يعني الكلام، يعني مثلا دكتور عمر في الحلقة الفاتت قال والله بفتكر ذاته في اتفاقية جاهزة، بالمناسبة كولين باول في شرم الشيخ قال كلام زي ده، قال في اتفاقية طبعا. نعم، ف وده طبعا الناس قالوا فيهم كلام. فانتوا رؤيتكم شنو للدور الأمريكي الآن الماشي كحزب شيوعي كمان؟ أنا ما أعرف الكلمة العربية المقابلة للكونسيستنسي شنو يا سيبدرات. موائمة يعني ليه ما نبقى كونسيستنت في نظرتنا للأشياء؟ ثبات على الموقف. أيوة، أمريكا كلنا بنقول قتلت الشعب الأفغاني، وعزلت عرفات وقتلت الشعب الفلسطيني، والآن اشتلت. تقتل وتبيد الشعب العراقي. كيف بقدرة قادر أمريكا جات هنا أصبحت رسولة الرحمة؟ العمل كده من رسولة الرحمة؟ لا يعني هنا ليه عايزة تحدث السلام هنا وهناك حروب؟ أمريكا طبيعتها إنها بتتقيد بالمصالح بتاعتها. نعم. الآن في 300 شركة، يعني بعد ما انتهت أو يعني تصوروا الترويكا الحاكمة أمريكا، لما تصوروا إنهم في العراق يعني تقريبا يعني قربوا للنهاية، جابوا الشركات 300 شركة دلوقتي قاعدة في وين عشان تناقش المصالح بتاعتها. هي كده. ولذلك أنا أفتكر إنه أمريكا، الكلمة اللي أنا سألتك منها consistency دي، إنه نكون consistent في التعرف على أمريكا طبيعتها، إنها بتتقيد بالمصالح بتاعتها، وليس وبالتالي هذه المصالح نتصور إنها لا من الممكن أن لا تتطابق، بل قد تتعارض مع المصالح بتاعتي أنا كشعب السوداني. دكتور، في نقطة مهمة جدا، أنا استضفت وزير الخارجية هنا وتحدث عن إنه هي أمريكا ذاتها ما فاضية، يعني أمريكا دي طبعا بقدرة قادر حسا خلاص هي المسير العالم يعني. وأنا أذكر الشيخ الترابي حكى لي قصة في أيام مايو وهو مساعد رئيس لنيميري، مشى زار أمريكا وكان الرئيس الأمريكي وقتها ريغان، فقال ريغان ده بيتكلم تلت ساعة على اعتبار ان السودان ده في امريكا الجنوبية، حتى قال المستشار الامني كان بيضربه في رجله. فلذلك انت كونه يجيك وزير الخارجية الامريكي في ظروف زي دي لنيفاشا، حتى كان مع مصالحهم، طيب لو مصالحهم دي مع السلام بتاع السودان، ما تفتكر ده حاجة كويسة؟ لا كويسة جدا طبعا.
اي لكن عشان كده انا ما افتكر انه نصدر شهاده بتاعت براءه كده. ايوه يعني نكون عارفين ان احنا بنتعامل مع منو، لانه قد مع منو ده المنو ده ممكن ينقلب علينا يوما ما متى ما تعارضت الاشياء مع مصالحه. طيب كويس. أيوة. كل ما يفهم. نعم. نعم. انا افتكر الاخ فاروق برضه ثبت يا اخوان احنا دايرين نثبت اشياء مهمه، ثبت ضروره انه الحرب تنتهي ويتحقق سلام وسلام مستدام، وافتكر دي نقطه اساسيه جدا كلنا نتفق في انه السلام الجيد لابد ان يكون سلام، ولذلك عشان كده عشان الناس دايرين انه سلام مستدام ومش حكايه مسلوقه بتاخذ الاجراءات الامنيه اخذت اكثر من 3 أسابيع. والسلطه والحقيقه الناس ما وصلوا، وانا ما اعتقد انه الجوله دي حتستمر. يعني في اعتقادي انا الشخصي انها ما يمكن تنتهي باكر بعد بكره. يعني لحد بالكثير وتاخذ لها فتره يجوا الناس قد يوقعوا اشياء في اشياء يصلوا لها، لكن انا عاوز اقول الحكايه بتاعت الجزره والعصا يعني الحسه الملوحه يا اخواننا اصلا نحن يوم واحد ما ادونا جزره، نحن مين بدينا؟ الانقاذ دي شالين العصا في رقبتنا، فبالتالي اصلا ما لوحوا لنا بعصا بجزره. العصا كانت امريكا عملت على السودان ده مقاطعة اقتصادية، عملت القرار 1044 القرار 1054 القرار 1770 طلبت مصنع الشتاء وقالت دخلتنا من الدول. لغاية الليلة دي أمريكا ما بتدينا ولا مليين حمراء، فجزرة ما في. لكن إذا جاك زول يساعدك في إنه أمريكا الآن يدها في جهات كثيرة على الاقل كانت مع المعارضه، هي ضد النظام ده مع المعارضه، وبيمشوا ناس المعارضه وناس التجمع بيمشوا امريكا وبيمشوا يقابلوا الكونغرس وبيمشوا يعملوا محادثات، وكل التجمع ده كان بيلقى اكسس لامريكا اكثر مننا. 200 الان امريكا حسه كانت بيحجوا لها طوالي ده، حسه لما جات تبقى عندها دور موازي في السودان وبين كده، بقت في جزره وعصايا. يعني حقيقه هذا الكلام غير صحيح. 2 احنا هل الان قاعد نتغنى بامريكا؟ نحن الان قلنا انه جين اي زول يحقق معنا هذا السلام المستدام الحقيقي اللي عاوزينه حبابه 10، كان امريكا، الاتحاد الاوروبي، القوى الداخليه، الحزب الشيوعي، التجمع الوطني، نحن عاوزين سلام. وبالتالي عشان كده يا اخواننا الحته دي ما بيتناقض فيها، اي زول عاوز يخوض في قضيه السلام خطوه لقدام حبابه 10. لكن داير اقول يا اخونا فاروق، انت عارف انه امريكا من مصالحها إذا عملت لها سكسس ستوري، إذا وجدت إنها قصة نجاح لأي قصة ممكن تدفعها لقدام بمصالحها. الآن في البوسنة يمكن ما قدرت تعمل، في العراق ما قدرت تعمل، إذا جاءت في السودان وضغطت علينا الحركة، ضغطت على الحكومة بالضغوط بتاعت إنه أنا بساعدك بعمل، وقالت يا إخواننا أنتم في النهاية ما بمليكم، لكن أوصلوا في الشغل بتاعكم ده، دي حرب طالت واستطالت ونزفت، ونحن كده إذا أنتم وصلتوا لسلام نحن حنساعدكم، الجنوب ده نبني معاكم، السودان ده كله نعمل له مساعدات. في الحاله زي دي نحن بنكون افتكر اذا قلنا لامريكا لا اين مجازرك واين وداون داون يو اس اي بنبقى عملنا حاجه مؤكده. طيب ما في زول قال كده، انا متاكد انك انت ما قلت. طيب الاستاذ عبد الباسط قال 5 مسائل هي ضغوط من امريكا على السودان على حكومه الانقاذ، وخلى اخر واحد الضغط الاخير انكم لازم تعملوا سلام. دي قال عسى بطريقه مريحه شويه، لكن قالت لهم لازم تعملوا سلام. لا لا ما قالت لك انتوا، نحن ما قالت الحركه يعني. ضغوط اخر حاجه قالت لهم لازم تعملوا سلام، واذا عملتوا سلام نفتح الجزره اللي هي قلت اخر حاجه دي نديكم نصلح الحاجات كده استجيبوا. خلاص والعلاقه بين الدول لا احمد بلال اصلا العلاقه بين الدول مبنيه على المصالح. طيب ما تقولوا لي مصر الشقيقه ولا خرطوم الشقيقه، ده كلام مبنيه على المصالح العلاقات الدوليه. نعم. بالتالي امريكا عندها مصالح في الشيء الحاصل ده، وبالتالي ضغط الحكومه بالكرت الاخير بعد الكلام ده كله، قالت لها لازم تعمل سلام، والحكومه حتعمل سلام. ما ضغط الحركه يا علي، تعمل سلام. الحركه ما مضغوطه يعني، ضغط الحركه. خلاص ضغط ان شاء الله ان شاء الله. الحركه معناها التجمع، ضغط التجمع. ضغط التجمع يا فاروق يا علي، قول الكلام يعني. إذا ضغط التجمع يبقى خلاص. أنت عندك أي حاجة كده كنت عايز تعمل مداخلة في الحتة؟ عبد الله وأنا لا، إذا عندك مداخلة في الحتة. التجمع ده تنظيم. خليني باقي الزمن هو. يعني بيقبل الضغط. خلاص حاج زولين باقي. طيب ده نصيبي. أنا أفتكر أستاذ علي نحن يا ريت تجي أي دولة في العالم تضغطنا عشان يجي السلام، يا ريت. أرفعوا يديكم معانا. طيب أستاذ عبد الله،
نحن عايزين نجي برضو للدور الأمريكي، يعني تقييمكم أنتم كمؤتمر شعبي للتطورات التي تلت الحلقة الفاتحة وزيارة كولين باول والجدل الذي دار الآن. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أفتكر أنه ما في زول بيعمل أي عمل ما يكون عنده فيه مصلحة، ودي العلاقات الدولية كلها أنا أتفق كل العلاقات الدولية عليه. أنا بفتكر أنه كولين باول الآن جاي وفي دور مصلحة يمكن ما تكون عندنا هنا لكن في أمريكا. للوقت بوش مقبل على انتخابات دورة ثانية، وهو يحتاج إلى، على الرغم من أنه السياسة الخارجية في الناخب الأمريكي أثرها ما كبير، هو يهتم بالمسائل الداخلية، الصحة والتعليم والضرائب، لكن برضو عندها أثر السياسة الخارجية. دلوقتي بوش سياسته في أفغانستان حتى الآن لم يقضي على طالبان ولا على القاعدة، وما زالت الأمور مضطربة في أفغانستان. خارطة الطريق الآن أصبحت تقريبا في مهب الريح، رغم أنه بنى عليه على أنه حيجيب سلام، وعدوا العرب أنه حيجيب سلام، وخارطة الطريق تمشي، الآن خارطة الطريق أصبحت تقريبا في مهب. جاء العراق أحدث تغيير، شال صدام والبعث، ووعد الشعب العراقي ووعد الأمة العربية أنه حيحدث سلام ووفاق سريع، وأنه الشعب العراقي حيكون هو سيد نفسه. الآن ما زال الشعب العراقي يعني سيادته ضايعة، الآن الأمريكان بيموتوا، ودي حكاية مهمة جدا، الأمريكان بيموتوا بالعشرات وبتنسف مركبات ودبابات، والشعب الأمريكي هناك بيشوف القصة دي. المرة فاتت في الصومال لما الأمريكان نزلوا وشافوا واحد من الأمريكان والصومالين قتلوه وسحلوه، وقتها كان ريغان طالبوا طوالي بالانسحاب الفوري وانسحب فعلا. الآن بوش كل الكروت اللي عنده دي كان معتمد عليها ما اتحرقت، أصبح عنده كرت واحد. ريغان كان يقول إنه أنا داري أجيب سلام في السودان اللي فيه المسيحيين الزنوج مضطهدين من العرب المسلمين وحقوقهم ضايعة. ده بالنسبة للقضية دي في أمريكا أخذت بعد دفنك، أصبحت قضية يعني لحد ما في أمريكا. فكون يقولوا أنا أحدثت الكرت الوحيد الأبيض، حيقول إنه أنا في ديك حيسكت عنه، يقول أنا أحدثت سلام في السودان الآن. ودي مسألة الأمريكي العام مهمة، وبالنسبة لي أصوات الزنوج السود، الزنوج من العادة هم برو للحزب الديمقراطي، هو الآن داير أيضا يحدث اختراق في صوت الزنجي، لأنه برضو الزنوج الحقيقي عندهم الآن تأييد في السودان لحركة غيرك، لأنه داير السود زيهم ومضطهدين، يعني الإعلام أخذ كده وركب اليوم في رأسهم. فأنا أفتكر هو دي عنده مصلحة خاصة أولية، وأنا أفتكر كما كده يعني عشان مشروعات يمكن في السودان، والله البترول والله كده، صحيح عنده انترس السودان بلد فيه موارد كبيرة جدا جدا، بترول، زراعة، سوق، كله موجود. وأنا أفتكر أنه تجربة الأمريكان أنه الشركات الأمريكية هي اللي تمثل المصالح الحقيقية. المرة فاتت حاربوا في فيتنام وانهزموا وأولادهم ماتوا، قاطع فيتنام كم سنة، مين اللي خلى امريكا تخلي علاقاتها مع فيتنام؟ الشركات الامريكيه، انتوا وديت اولادنا ماتوا وجنوا واصبحوا معتوهين وخسرنا كل شيء، وبعد ده كله جات فيتنام استثمرت فيها فرنسا واستثمرت فيها الدول الغربيه والاتحاد الاوروبي، ونحن رحنا ساكت. انا افتكر انه المصالح الامريكيه قائمه هنا وهناك، وانا افتكر في احيانا قد تكون مصالح مشروعه، ما كل المصالح يعني ما مشروع، ممكن تكون في مشاكل إذا دار يستثمر في السودان في المرحب اللي يجي يستثمر في السودان. أنا بفتكر إنه القضايا المطروحة الآن قضايا هامة جدا جدا، قضايا المناطق. نحن انتهينا من الجولة الفاتت من موضوع النفاشة وموضوع الإجراءات الأمنية، وتحدثنا عن المشاكل ذاته، وقلنا رأينا فيها، قلنا نحن رغم أنه عندنا اعتراضات وعندنا مسائل، لكن مما جات مشاكل قلنا والله طالما أنه بدت بريك ثرو للسلام، دعم انتقاداتنا وقلنا نحن ما ضد مشاكس. الآن نفاشة جات، الناس عندهم فيها رأي، لكن طالما أنها أوقفت السجال اللي كان دائم واللي استمر لشهور الآن يخترقوه، الناس قالوا والله رغم رأينا فيها نحن مع السلام، نحن مع السلام. لكن المطالبة بتاعت القوة السياسية لها معنى، نحن شهدنا قبل كده اتفاقية أديس أبابا تقية ممتازة حقق السلام كامل فعلا في الجنوب، لكن في النهاية جو نفس الناس اللي وقعوها لأنه أصبحت عندهم مصلحة في حاجة خلاف كده
جارنج اقصد جوزيف لاجو و و و و و ونيميري جو في مؤتمر الاتحاد الاشتراكي كان ذكر جدا جدا. وفي نهايات المؤتمر وقف جوزيف لاجو قال اديس ابابا ليست كتابا مقدسا واديس ابابا انسفزت اغراضها، وطالب من منبر الاتحاد الاشتراكي انه الان لابد ان تكون هناك ثلاثه اقاليم بدل الاقليم الواحد. وافقوا نيميري ومشوا على كده، ودي كانت واحده من الاسباب اللي احنا فيها الان، واحده من الاسباب يعني ما كل الاسباب. فانا احنا بنقول انه يمكن ان تصل الحكومه والحركه الى سلام، وهذا في نظرنا ممكن وقد يحدث في ديسمبر او قبل ديسمبر، هذا سيحدث. لكن احنا بنتحدث عن سلام مستدام، وبنقول انه السلام المستدام لابد ان تكون القوى السياسيه الاخرى شاركت فيه بطريقه اخرى. الناس حتى لو المشاركه بتاعت التجمع مع جرنج ما لقوها، حتى لو قعدوا مع في هناك والحكومه تجي كل المفاوضات دي بدات من يوليو العام الماضي يمكن 15 شهر، وكان يمكن ان تطرح هذه القضايا على الشعب السوداني وعلى الاحزاب يقولوا فيها راي، لانه اي قضيه اخذت تداول كثير جدا، يعني مش قضيه بتاعت يوم يومين يقول والله لانه بس انتهينا منها قبل ما نكلمكم، لا القضايا دي كلها اخذت زمن واخذت تداول، وجاتنا كورو عملت فتره طويله جدا بتاعت الناس انتكاسة. فنحن نفتكر انه كان يمكن ان يستشار الشعب السوداني في احزابه وفي تجمعاته وفي مثقفين وفي ناسه يقول راي للناس. انا افتكر كان يمكن المتفاوضين الاثنين لو بيناتهم الناس ديل، يعني مثلا الان سيد ابو اللير في 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 نفاشه بيقوم بدور دور كبير جدا جدا. ليه؟ لانه معناه القوى استمحت لطرف ثالث تثق فيه، والحكومه عندها ثقه في ابو اللير انا اعرف، الحركه عندها ثقه في ابو اللير انا اعرف، ولذلك يقوم بدور. لو ان الدور ده اتكبر بقى بدل دور واحد لزول زي ابو اللير اصبح لقوه سياسيه تقول رأي وتدخل بيناته في الاختلاف وفي الديدلوكس تحلها، كان يمكن الناس يكونوا شاركوا برأي كثير. أنا بفتكر إنه دي الحكاية اللي بتنقص الاتفاقية الآن، وده الخوف مننا أنه يجي سلام يستمر سنة سنتين ثلاثة تصر المشاكل اللي الناس ما انتبهوا لزمان، وبالوقت يقوم أي واحد من الشركاء يخرق، خاصة إحنا عندنا قضايا مماثلة. أنا بنقول واحدة من الأشياء اللي بنقولها لأنه ما حق الناس يتكلموا عن قضية شمال جنوب بس، الآن في قضايا مماثلة في دارفور وفي شرق السودان وفي مناطق أخرى ساكتة، لكن نفس القضايا تقريبا موجودة عند الناس الثانية. ما المناطق الثلاثة؟ يعني النوبة والإنقسنة وأبيي مشابه لها دارفور، مشابه لها شرق، مشابه لها شمال السودان اللي ساكت لكن بس ما صار ساكت ما حمل السلاح. فنحن بتقول أنه أول حاجة الحل لابد أن يكون حلا كليا لكل مشاكل السودان. توزع الثروة ليس بين الجنوب والشمال، توزع الثروة للسودان، وده الرأي اللي يمكن قالوه الخبراء الآن، يمكن حكومة السودان قبلته لقيته أقرب إلى رأي، يمكن إخواننا في الحركة لسه ما قبلوا رأي، لأنه والله الثروة تقسم للسودان كله، ما ممكن تقسم الثروة بين الشمال والجنوب. طيب أنت إذا قسمت الثروة أديت ديل 40% أديت 30، طيب المناطق الثلاثة، المناطق أنا أفتكر النظر لها بتتكون من أنت بتنظر من ذات زاوية، أنا بنظر لها من زاوية السودان الواحد. إذا نظرت لها من أنه من السودان الواحد يمكن تحل بسهولة جدا جدا، تعطيهم أي وضع متقدم من الوضع الفدرالي، وضع حكم ذات أي حاجة. وأنا أفتكر الثلاثة متساويات، أنا أفتكر أبيي في نظرة خاصة، لكن أبيي هي أرض يعيش فيها أهل المسيرية والدينك أنكوك إيكولي ويتعايشوا فيها لمدى سنين طويلة جدا جدا، وهي أرض مشتركة بيناتهم وعايشين فيها وما بينفصلوا. حتى كان تبعتها الجنوب لازم المسيري يجي هناك، وكان تبعتها الشمال لازم الدينك يجي هنا. فأنا أفتكر هي قضية بتاع التعايش، أنا أفتكر أحسن منطقة كان ممكن يكون فيها تعايش يكون عندها وضع خاص في إطار السودان. إذا نظرت ليه نظرت للمسألة دي من أنه السودان أنت بتظهره كقطر موحد، أنا أفتكر هذه القضايا بتاعت المناطق الثلاثة ممكن تنحل، ومثلها تحل قضايا دارفور وقضايا شرق السودان وقضايا أخرى. طيب دكتور عمر أنا حاجيك بعد والله نحن حقه يعني نكون واضحين جدا جدا، نقول أنه الإدارة الأمريكية بالمجهودات اللي بدت من 2001 بيدان فورس وحتى ناسهم اللي هنا، يعني مثلا جيف ميلينغتون ده كان القائم بالاعمال هنا دلوقتي موجود بصفه مستدامه في نيروبي، نقلوا عشان يتولى القضيه دي، وكان في القرن الافريقي القائم بالاعمال ده. دكتور عمر انت مره حكيت لي انه التقى بكم وقال لكم كلام مهم جدا لا لما جاي يتعرف بالقياده الجديده لكم انت والسيد عبد النبي وكذا في جلسه وراكم رؤيه الاداره الامريكيه لحل هذه المشكله. يا ريت الشعب السوداني يسمع الكلام ده
منك يعني. والله لا انا ما يعني كلامك ده 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 داير لي جلسه ثانيه، انت دي داير تتوهني، انا داير عندي قضايا محدده لك. ده مهم الكلام ده مهم كويس جدا، لانك انت كل مره بتقول الاتفاقيه جاهزه جاهزه. متفائل ايوه متفائل جدا، انت بتقول الاتفاقيه جاهزه جاهزه، انا ما سالت زي هو متفائل جدا جدا، لانه حدد لنا قال انه في 15/9 بيتم 15/9 الماضي الفات انه هو بيتوقع انه يتم الامضاء. وحتى انا سالته قلت له حتكون في واشنطن ولا؟ قال لي لا، غالبا الرئيس الامريكي يجي لنيروبي. دلوقتي نحن نتكلم على كولن باول، القضيه كبرت يعني. دان فورس والمجهودات اللي قام بها دان فورس وجون بريندر جاست وينتر ودان شتاينر، وهم عملوا ما في شك الامريكان عملوا مجهود ضخم جدا جدا عشان يصلوا لقضيه يكونوا لعبوا دور موضوع السلام في السودان، لانه اوضاعهم بالنسبه ل زي ما قال فاروق قدوده بالنسبه لفلسطين وبالنسبه حاجه يعني مخجله جدا يعني، الاوضاع بتاعتهم بالنسبه للعراق بالنسبه لكده سياسات فاشله وواضح جدا جدا انها ما جابت نتائج، فعايزين انتصار في السودان. عملوا مجهود والمجهود ده دلوقتي احنا نقول نجح. قبل الكريسماس الجماعه كلهم حيمشوا يمضوا في واشنطن، تكون واضحين يعني اذا جاهزه. نحن الاختلاف شنو؟ يعني هسه انا مثلا في بالنسبه لحزب الامه برى انه والله يعني السرعه الماشيه بها القضيه دي وعدم، وفي اسرار كثيره حتظهر طبعا في الايام الجايه دي لسه ما وضحت، انا في رايي حيكون في مولود، المولود ده انا في رايي حيكون مشوه مش سوي يعني، ما في شك الهمه الحرب حتقيف، وقف اطلاق النار حيستمر، القضايا الاساسيه دي زي ما قال علي السيد القروش حتتوفر اكثر لكده ما في شك، هم حيساعدوا اكثر، محتاجين لارضاء اللوبي بتاع السود واللوبي الاصوليه المسيحيه عشان يقولوا لهم نحن وجبنا انتاج، وبعدين بيساعدهم في انتخابات، الانتخابات الامريكيه قربت يعني الموضوع بتاع مصالح مباشره ما فيها شك. نحن بنقول انه حتجي نتيجه يعني لانه ما مساهمين وفي اسرار في القضيه دي ما معروفه يعني، حنفاجئ بقصص كثيره جدا في الايام الجايه دي. قبل هسه ما يجي شهر 12 كل ما يوم انت لما تقرا في الجرايد حتلقى لك حدوته جديده نبتدي ننشغل بها نشوف الحاصل شنو. نحن دلوقتي بنحتاج من الاخوه دي الناس السبدرات دي يكون في شفافيه واضحه جدا جدا، دي قضيه كبيره جدا جدا عشان نتلافى المولود يطلع سوي، لكن انا في رايي بالطريقه الماشيه دي حيطلع مشوه. وانا هنا كنت يعني عايز ارد على يعني الاخ علي في عودتنا، نحن حقيقة في حزب ملتزمين بكل الاتفاقات اللي عملناها، أسمرة بتاعت عملنا مجهود كبير جدا جدا في قضية السلام دي، مطلع لنا كتاب أنا بس ما جبت لكم 400 صفحة، ده كتاب حزب الأمة من المجهودات العاملة في السلام بس، وفي السوق دلوقتي. فنحن دلوقتي مواجهين بأنه لما الخلاف مع المؤتمر مع التجمع ومع قرنق كان في موضوع، نحن بنرى انه دلوقتي موضوع السلام من 85 الانتفاضه حددت بانه ما في حل لقضيه السودان، This is a no win war، حرب ما فيها انسان حيسجل انتصار لا الحركه لا الحكومه، ولذلك الحل التفاوض السياسي السلمي هو المفروض. نحن قبلنا بالحكايه دي، وفي رايي العوده بتاعتنا خلقت مناخ بلا حريات داخليه كبيره جدا جدا، نحن ذاته استطعنا ان نعمل المؤتمر بتاعنا لحزب الامه، واستطعنا ان نتصل بالقواعد بتاعتنا، واتصلنا بافكارنا دي ذاته نوصلها الى الناس، وحتى الافكار حول السلام وقضيه السلام وصلناه لكل المجموعات، وما بنعتبر انه كون الحكومه غدرت بينا ولا بتاع، احنا ما معتبرين انها حاجه مهمه ولا اي شيء، دي بتتحسب علي لانه انا في النهايه عايز انتخابات. هسه انا جاهز ببرنامجي بكل شيء، انا عايز انتخابات حرة نزيهة مش عليها إشراف دولي، وفي كل في رئاسية وولائية وللبرلمان العام، أنا عايز انتخابات في الانتخابات، ولا عايزين نتعدى على حقوق الآخرين، نحن عايزين انتخابات حرة نزيهة، ودي أصل الناس بيكونوا الأحزاب وبيكونوا العمل الديمقراطي كله قايم بالاتصال المباشر بالجماهير. نحن أنا في رأيي في الثلاث سنوات دي انا يعني انسان يعني يوميا قايم بعمل في حزب الامه، انا بفتكر
اتصالاتنا بقواعدنا وبالآخرين وبالسودانيين في الداخل وفي الخارج وكده وبحكومة ومعارضة وكل شيء، ما في شك اتصالات مفيدة جدا جدا لإنسان عايز يرقي القضية بتاعت وطنه ويخرج الناس من الأزمة اللي فيها دي. موضوع السلام نحن دائما بندعم قضية السلام زي أخواننا الآخرين في أي شيء، لكن يعني الدعم ده الحذر موجود جدا جدا، لكن نساعد وبنرى أنه كل ما ظهرت مشكلة الناس يدلوا فيها بأرائي ويحاولوا يعالجوها، يعني نسعى الآراء نحن طرحناها، لكن بنتوقع أنه يعني في المرحلة الجاية قدامنا دي يا أخ أحمد أنا متوقع أنه حتجي للناس مفاجآت كثيرة جدا جدا للمعارضة وللحكومة وللحركة والتحالفات دي كلها حتحصل فيها شكة كبيرة جدا جدا. طيب حتجيب البلد طيب إلى مرحلة نسمع مرحلة جديدة بإذن الله. طيب أنا أخوانا يعني الناس لما يتكلموا عن أنه في عجلة والناس حيعملوا 14 سنة هذه الحكومة شغالة في قضية السلام، بدأتها بمؤتمر الحوار الوطني، أنا شخصيا اشتركت سنة 90 في المفاوضات بتاعة السلام وكان رئيس الوفد في بتاع الحركة لا مكول من سنة 70 من سنة 70 أول عمل عملته الحكومة 90. دي من سنة 90 لغاية الليلة دي اتصال وعمل في قضية السلام وعمل بطريقة الحرب وبطريقة المفاوضات عملت، وبالتالي تراكمت عندها من الخبرة ومن الـ من الـ من الأشياء ما جعل الآن تعمل بريك ثرو في القضية بتاع السلام. اثنين، لم يوقع حتى الآن أي اتفاق بتاع سلام، البروتوكول بتاع مشاكس إطاري حيجي يعمل فيه تفاصيل كثيرة جدا، بعد ده بيجي الترتيبات الأمنية جزء فصل واحد من الاتفاق زي ما يجي فصل الثروة ويجي فصل انت. نحن الليلة والتزمت الحكومة إن هذا الاتفاق النهائي سيعرض على الشعب السوداني على كافة الأحزاب وعلى كافة القوى السياسية، وكل حليف بيوري ناسه انتم عصوا قرنك ده بيمثل التجمع. الآن ناس التجمع إذا قرن ما وراهم الحاصل تبقى دي قضيتهم هم، لكن مع حلفائنا نحن عارفين الحاصل وبنوريهم كل التفاصيل الموجودة. أما موضوع يعني ده كلام بقوله بوضوح شديد جدا، إذا قرن الناس ما لكن ما أنا أقول لك أنا حكومة نحن طرفين إخواننا لازم نكون كده، نحن بنجمع الناس وبنجي نقول لهم يا إخواننا نحن في قضية السلام دارنا يا حزب الأمة نحن هنعمل كده وكده. ناس حزب الأمة بيقولوا نعمل كده لأنهم ناس حزب الأمة عمليا شعروا بانه الحوار وعدم المقاطعه هو الاحسن، افادوا واستفادوا من انه تكون في حوار، عكس الكلام اللي بيعملوه ناس اخونا ناس علي مجرد انه يقول لهم امشي مع الوفد يقول لك لا ما بدنا نمشي نحن، انت امشي وفد استشاري بيضم كل الناس، امشوا اقعدوا هناك قابلوا الطرفين وردوهم وجهه نظركم، يقول لك لا نحن ما بنمشي في جلباب الحكومه، ما تمشي في جلباب الحكومه، امشي هناك نحن بنسهل لك توصل في نيفاشا، لانه انت في نيفاشا ما بتجي باي طريقه ولا بتقدر تقابل هناك باي طريقه، ولما تجي عن طريق المفاوض الحكومه عندك باب بتخش بيه. الناس جابوا الناس كلهم وقالوا لهم تجوا تشوفوا دي القضايا، نحن شوفوا الجول بنناقش فيه القضايا دي وبنعملها، وبالتالي يا اخواننا الحته بتاعت انه الناس كل يوم بيشيروا الناس ما قطعوا لهم في شيء، لكن اذا نحن في النهايه لبدين لنا اتفاق بتاع سلام نجي نفاجئ به الناس السلام واضح، الناس كلها الان بيعرفين في القضايا بتاعت المناطق الثلاثة ما هي العقبات، ديل طرحوا شنو وديل قالوا شنو، موقف ديل شنو وموقف ديل شنو، القابل بيناتهم دي اتردمت بشنو واتعملت شنو. في الناس في النهاية ما حيجي يقول لي في النهاية يقول لي أصله في النهاية انتوا وصلتوا لجيشين وده جيش برا وده جيش برا وكيف توحد الاتفاق، يا تقراه وتكون عارف تفاصيله، بيتكلم عن وحدات مشتركة بيتكلم عن أشياء معينة تكون عارف التفاصيل بعد ذاك تقوم تبني عليها. أنا دا أؤكد إنه الطفل اللي حيولد بتاع ده هو طفل مشاور وحيتم تسعة جنة تسعة حيطلع ما حيكون ناقص وحيكونوا كل الناس يشوفوه، لأنه في النهاية نحن دا أقول الكلام يا إخواني إذا عاوزين نعمل سلام وتجربتنا في إنه السلام ده يجب أن يكون مستدام، بنعرف إنه السلام المستدام لازم يحقق أشياء معينة، والحكومة من مصلحتها أن تعمل سلام الست سنين بتاعة الفترة الانتقالية أن تفضي إلى وحدة، وأن تفضي ليس على وحدة شمال جنوب، على وحدة كل الشعب السوداني اللي بينتظر السلام. ولذلك أخواننا نحن أحرص ما نكون في أنه السلام يجي وكل القوة تشارك فيه، وأنا أقول أنا سعيد جدا أنه علي السيد من تلفزيون الحكومة وأثناء الطوارئ يهاجم الحكومة ومن تلفزيون، وهذا أكبر قدر من الحريات موجود. طيب.